أقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، أنا طالب علم ولي مصلحة عند أحد الأشخاص، وهذه أنا طالب علم ولي مصلحة عند أحد الأشخاص، وهذه المصلحة سوف تكون سببا بإذن الله في طلبي للعلم الشرعي، فهل يجوز لي أن أطلب هذه المصلحة من هذا الشخص موضحا له أنني طالب علم وأن هذه المصلحة سوف تعينني على الاستمرار في طلبه، أم أن هذا ينافي التوكل على الله؟ هذا من اتخاذ الأسباب، واتخاذ الأسباب لا بد منها، ولا ينافي، ما ينافي التوكل على الله سبحانه وتعالى. وقد مر بنا أن السؤال للحاجة أنه جائز، سؤال الناس للحاجة أنه جائز بقدر الحاجة. نعم.